بعد كل النجاحات اللي حققتها والمناصب اللي وصلت لها، هل ما زلت تحس بفراغ داخلي ما تعرف له سبب ولا حل؟ أيًا كان مسماك، طبيب، محامي، تقني، مهندس، مصمم، طالب أو حتى مقيم، وأيًا كان منصبك، تعليمك، جنسك، أنت مرحب بك كمتطوع في جمعية إشراق لاضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه. ونحب نقول لك حط يدك في يدنا وتعال شوف كيف ممكن إسهاماتك تضيف لنا. خبراتك العلمية والمهنية في أي مجال كان راح ترفع جودة الخدمات المقدمة من الجمعية. كفاءة العاملين في الجمعية ترتبط وتزيد بشكل ملحوظ من خلال التواصل مع أصحاب المعرفة العلمية والتخصصات المهارية في تحقيق رسالة المنظمة. إثراء السيرة الذاتية من خلال الحصول على شهادة موثقة من المنصة الوطنية للعمل التطوعي. تكوين سلسلة من العلاقات والصداقات لها نفس الأهداف الإنسانية العظيمة والعميقة. الفرص التطوعية المطروحة تتمتع بمرونة عالية تقدر تختار منها اللي يناسبك. بإمكانك التطوع بشكل دائم أو متقطع بمشاركة حضوري أو عن بعد. تواصل معنا على حساباتنا في منصات التواصل الاجتماعي ولا تتردد. التطوع معنا يشبع الفراغ بداخلك.